مريض قلب والجوع وهبوط السكر ده ممكن يبقى خلاص يفطر لو هيتعب، لكن الجوع بصفة عامة ده أحد الأنظمة الغذائية. intermittent fasting معروف اللي هو الصيام المتقطع، ده احد الانظمه الغذائيه المعترف بها عالميا علميا، ما لهمش دعوه. وفي علماء كتير من بتوع التغذيه بيقول لك الواحد لازم يعني كل سنه كده يقعد له اسبوعين ثلاثه يعمل صيام كده عشان يعمل، فدي ناس وصلوا لها من غير ما تكون يعرفوا ان هي طقس دين وما لهمش دعوه، ان انت محتاج كده على الاقل كل سنه كده يقعد لك اسبوعين ثلاثه تسيب بطنك من غير اكل صيانه، يعني تهدي شويه المعده وتهدي الجسم من الايه الشغل بتاع الهضم والامتصاص والحاجات اللي وتتخلص من الحاجات الزياده اللي عندك. فدي وصل لها علماء التغذيه بدون ما يعرفوا ان عندنا صيام رمضان يعني. فالانترميتنت فاستنج بالعكس هو وسيله علميه معتمده عالميا للتخلص من الدهون والشحوم وعلاج السكر من النوع الثاني ومقاومه الانسولين، فهو مفيد. لذلك انا حتى قلت ايه، مريض السكر من نوع تاني ممكن يستفيد من الصيام، مش بس ان هو يصوم، لا ده ممكن يستفيد من الصيام.